انت عندك علاقة كمان مع غنوة تانية كنت انا بسمعك بتدندنها كتير، كانت ايه؟ تملي في قلبي يا حبيبي. ايوه دي من اول الحاجات اللي غنيتها في فرقة ام كلثوم الموسيقى العربية ايام دراستي في المعهد يعني وانا صغير، يا احنا صغيرين فكنت غنيتها كم مرة كده، كانت بتاخد استحسان من الناس يعني. طب لما وانت في المعهد وانت صغير كده كان بيبقى اكيد عندكم احكام، انت كطالب مثلا او شاب بتغني في الفرقه في الموسيقى العربيه بتقول قيمه الفنان بحجم الاغاني اللي متاخده في الفرقه دي، لان هي دي التدريب بقى على الشغل الحقيقي بقى. يبقى انت مثلا شايف انه سيد درويش واخد قطاع، انه مثلا عبد الوهاب طبعا ام كلثوم قطاع فوزي كملحن مثلا كان يستوي معاهم في المساحة في عدد الاغاني. فوزي بيعتبر مغني وملحن يعني وملحن حاجات كتير فعنده ريبرتوار كبير يعني برنامج كبير بيتحط جنب برنامج مثلا الاستاذ عبد الوهاب كبير قوي. الشيخ سيد درويش عنده برنامج يعني كبير برضه، فده منهم لان هو ملحن ومغني زي مثلا فريد الاطرش تلاقيه له اغاني بتاعته اللي غناها واللي لحنها. طب يلا نسمع تملي في قلبي. يلا
عشان تقرا لي يا سيدي بقلبي لك انا كل وشغلك عني ايه قول بقلبي لك انا كل وشغلك عني ايه قول انا بشكي لك منك يا أشغلك وأشغلك مرة يا ريت تلمحني أيامك أعيش فيها ولو نظر يا ريت تخطر في أحلامك أشغلك وأشغلك مرة يا ريت تلمحني أيامك أعيش فيها ولو نظر يا ريت أخطر على ولو تكرهني وأحب يا ريت أخطر على قلبي ولو تكرهني وأحب أنا بشكي لك منك يا محمد فوزي. أنا مش بس إن أنا حبينا على أغانيه، لا يعني هو محمد فوزي حالة سينمائية وفنية متكاملة. أنا بالنسبة لي هو رمز للبهجة للمتعة. فوزي أنا بسميه دايما الواد المعجباني، يعني في شيء ما كده في طلته في مشيته في ضحكته في شياكته شيء نادر ولن يتكرر. للأسف أنا بشوف للأسف إن هو راح ضحية السياسة، هو راح ضحية حبه للمزيكا وللسينما، لأن لو إحنا رصدنا كده بمنحنى أو بمعدل مين اللي عمل تطورات في الموسيقى المصرية هقول من أول سيد درويش الموسيقار الكبير خالد الذكر، بعديه فوزي اشتغل خد ألحانه كان ابتدى منها واشتغل عليها، ولكن هو عمل قفزات حقيقية في شكل اللحن والمزيكا في شيء ما أصيل ومعاصر، ودي كانت حاجه في وقتها نادره جدا وسابقه عصرها. انا بشوف ان فوزي مش بس غنى للحب والمشاعر وغنى اغاني دينيه ووطنيه، لا يعني في الاطفال هو عامل حاله مختلفه ولن تتكرر. مفيش حد فينا ما سمعش وهو صغير وتغنى له ماما زمانها جاي، مفيش حد فينا، يمكن انا الجيل اللي كان بيجي الكليب بتاعها في التلفزيون ابيض واسود، هما اغنيتين كانوا من فيلم معجزه السماء، ذهب الليل وطلع الفجر. فيعني احنا ده فوزي، ده وجداننا اللي اتشكل مع الاغنيتين دول، واغاني تانيه عملها فوزي كتير، بس يمكن دول كان لهم حضور قوي وتاثير طاغي. انا لما خلفت كنت بغنيهم لبنتي عشان بنتي تعرفهم وتحفظهم، وافتكر ان هلاقي زي كتير جدا زي كتير بيغنوا نفس الاغاني وبتداولوها لفوزي، وده اللي بياكد لك قد ايه كان هو سابق عصره على مستوى الكلمه واللحن، وده اللي خلاه لحد دلوقتي ما زال يسكن وجداننا.
من المفارقات لما بتيجي ذكرى فوزي لا يتم الاحتفاء به بالشكل الذي يليق بحجم هذا الاسم والانجاز اللي عمله في المزيكا. ويمكن هو حل الفن عموما في مصر، ما فيش هذا التقدير للفنانين بشكل كبير، ولكن انا بشوف فوزي يستحق مننا يعني حفاوه من نوع خاص زيه زي كل الناس اللي ساهمت في رفعه الفن المصري. ليه أغانيه مثلا لحد النهاردة مع أنه حصلت اجتهادات كتير قوي بعد كده، لكن مثلا أغاني الأطفال بالذات بتاعته مالهاش حل؟ يعني إن كان ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو واجتهادات كتير بعدها جت، إنما تفضل الغنوة دي عمرها ما التراب بيجي عليها هي وماما زمانها جاية والحاجات دي، تفتكر برضو ليه؟ هل من الألحان المهمة قوي ومحفورة محفورة فينا جوانا احنا؟ يعني زي اغاني مثلا الاغاني دي ما حدش بيعرف يجي جنبها. بقول لك هي محفوره جوانا. زي مثلا ست الحبايب يا حبيبه مثلا، محفوره جوانا. رمضان جانا محفوره جوانا. يا ليله العيد انستينا. في اغاني كده مرتبطه بينا بشكل يعني بتفكرنا بكل حاجه وخلاص احنا حافظينها عن ظهر قلبي. هو اول واحد عمل المسحراتي برضه. طبعا هو اول واحد. انت عارف انه مثلا هو عمل النشيد القومي بتاع الجزائر؟ طبعا. طبعا احنا يا رب نلاقيه دلوقتي اسمه قسما اهو. ده مثلا حاجه في تاريخه يمكن الشباب ما يعرفش عنها حاجه خالص. أذاكر شوية كده لقيت كمية من الألحان متنوعة جدا وله أحداث في حياته مهمة قوي. كلمني عنه. أنا عارفة أنت عارفه منين. أنت عارفه من جوه بليغ حمدي صح؟ إيه بقى اللي حصل؟ لا هو يعني زائد قيمته الفنية الكبيرة قوي دي. هو بني آدم كمان من يعني الكرم عندهم. الكرم ما بيعرفش يكره حد. هو طبيعته كده. ما يعرفش يكره حد، وده كان باين عليه على فكره وهو بيمثل. شوفيه يعني او بيغني في سماحه فظيعه. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطه قال لها بس بس قالت له نو نو، ماما قالت له سيب القطه وخليها في حالها، فات مدرسته ولما كرسته راح جر شكلها، راحت القطه مخربشه ايده لما مسك دلها، وادي زاد اللي ما يسمعش كلمه ماما تقولها. الله يرحمه كمان بليغ حمدي، احنا كنا اصحاب يعني. لما تيجي سيره فوزي كان يبكي لوحده كده. لانه هو يعني عمل معاه حاجات يعني صاحب فضل عليه كمان، فضل كبير. يعني افتكر يعني الاستاذ بليغ هو اللي قايلها لي يعني مخصوص يعني منه مش من حد. يعني كان سمعوا كده فبقى ياخده، وفي شركة مصر فون كان يقول لي ده عامل لي كأنه بيتي. يعني فوزي سايبني كأنه بيتي أنا. عايز يلمعه. هو مقتنع بيه. هو مش حكاية أنه بيحبه بس. هو مقتنع بيه. ففي يوم بليغ حمدي بقى كان عنده بقى في ذكرياته هو كان ساكن في شبرا الأول.
فكان يروح كل يوم يقول لاصحابه يلمهم ويقول لهم بصوا اللحن ده خدته مني الست ام كلثوم. هو كان عنده حلم ان ام كلثوم دي يعني هتغني له. فسمع منه كلام مونولوج يعني بلبل بليغه عامله مونولوج يعني اسمه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. انت عارف قبل معنى الحب ايه لما وده يعني سمعه للاستاذ فوزي. فقال له ايه النهارده عندنا في سهره كده الدكتور بتاع الست ام كلثوم واحنا هنروح وهتيجي معايا. كان اسمه الاستاذ زكي سويدان. زكي والد سويدان. والد زينب سويدان. فعاملين دايما يعملوا حاجات ثقافيه يعني ليالي كده ثقافيه فنيه. فالست هتيجي. فراح واخده معاه وقال له اسمع قال لها اسمعي الولد ده وقال لها كلمه بليغ حمدي مش قادر ينساها يعني ما قدرش ينساها لحد ما توفاه الله يعني. قال لها الولد ده مصر هتغني له 60 سنه ورا بعض يا حبيبي. شوف الايمان وشوف الفهم اللي هو فاهم. فقعد سمعها وبتاع فقالت له اسمع تجيني بكره. فاكيد طبعا قال لها نعم. قالت له بكره تجيني الفيلا فيلا الست ام كلثوم. ف مش نايم ما بينامش. وراح جري بتاع فقالت له سمعني الكلام ده تاني. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. سمعه لها. قالت له كلام مين؟ قال لها واحد صاحبي يعني شغال في شركه بترول. فقالت له كلمه يجي. فراح مكلمه قال له يا ابو هاب هو الاستاذ عبد الوهاب محمد شغال هو في شركه بترول اساطير. قال له عبد الوهاب بيكلمه بقى من مش من الموبايل طبعا طبعا من الارضي بيك. قال له انا عندي ست ام كلثوم وعايزاك تيجي دلوقتي حالا. قال له يا بليغ حتى يعني وانا مشغول بتهزر. طب انا في شغل ما بتهزرش. قال له والله العظيم انا عندي الست دلوقتي. قالت له هات. راحت واخده التليفون وراحت مكلمه عبد العظيم محمد عبد الوهاب محمد. صدق بقى طبعا وراح جاي طبعا جري غالبا جري حافي في الشارع عشان يروح لها. وقعدت قالت لهم يعني انتوا عاملين حاجه حلوه بس الست هي اللي هتغني الكلام ده فلازم يتعمل بشكل يليق ليا. وكانت بدايه بليغ حمدي وعبد الوهاب محمد بسبب الراجل الطيب اللي اسمه محمد فوزي. انت